التقارب الاجتماعي بين المرشحين لمجلس الشعب والمواطنين كان كبيراً جداً، مع أن الحكومة كانت تؤكد على أهمية التباعد الاجتماعي، وخصوصاً بعد زيادة انتشار الفيروس. ولكن من الداخل كانت حكومتنا تحب أن ترى تقارباً بين المواطنين، لأن التقارب يدل على المحبة والاتفاق والتعاضد والتكاتف ضد الوباء. لذلك استمر التقارب الاجتماعي على أبواب السورية للتجارة وعلى طوابير الخبز وأبواب المدارس أيام الامتحانات، وبمراكز استضافة المرشحين للمواطنين لعرض برامجهم الانتخابية، وحالياً بالمراكز الانتخابية، ولكن مع شروط معينة أهمها التباعد الاجتماعي. الحكومة تصدر قرارات يومياً، ولكنها تجهل بأن المواطن لا يكترث لقراراتها، فهو معتاد على التقارب مع أخيه المواطن في كافة الظروف الصعبة، ومعتاد على التقارب مع المرشحين عند كل دورة انتخابية لعل برامجهم تطبق يوماً ما. أما بعد انتهاء الانتخابات، يجلس أعضاء المجلس الجدد بعد التصفيق والهتافات، ويتخذون قرارهم الأول بعد موافقة الأغلبية الساحقة، فيؤكدون على ضرورة الالتزام في التباعد الاجتماعي، وخصوصا بين أعضاء مجلس الشعب والمواطنين. تباعد يدوم 4 سنوات، وأي محاولة للتقارب مع أي عضو تعتبر محاولة قتل يعاقب عليها القانون. ها هم يتقاربون مجددا هذا العام، ولكن هل سيحجرون أنفسهم في المجلس بعد فوزهم بالانتخابات؟